قال إنما أذكر ربي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شقيق الراحل الكريم الحج سعد الحداد رحمة الله عليه، مشارك ابنائه الكرام الاعزاء البارين بوالدهم في هذا اليوم الاغر الاجل، الاستاذ احمد والاستاذ امجد فريز الحداد، شارك آل الشرقاوي وآل التهامي وآل هذا البلد الطيب اهله في هذا المقام القرآني الذي تحفه ملائك الحق جل وعلا. الفاتحة لروح راحلنا الكريم وسائر موتانا اجمعين. باسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناجاه. سجد الجبين لهيبته، ركع الرافع لخشيته، دعا الداعي دعاؤه يرجو رحمته وجنته، انه الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت المجازي لها بما عملت. بسم الله الهدى امام التقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا انك هيأت بساط انسك لزيارتك، وجعلت المؤمنين والنبيين جميعا في امامتك، وجعلت النور في وجنتيه وعمامته، فارزقنا يا ارحم الراحمين في هذه الدنيا زيارته، وارزقنا جميعا في المنام رؤيته، وارزقنا يوم العرض واللقاء شفاعته. انه نور الورى صاحب مقام قاب قوسين او ادنى، لانه من صلى عليه سيغنم، لكن من لم يصل عليه سيندم، لانه الحبيب الذي تطفأ عنا بشفاعته حر جهنم، فهو النبي الذي قدمه في الصخرة علم، هو الف الالفة باء البهاء تاء التحلي تاء الثبات جيم الجمال، هو حاء الحلم خاء الخير دال الدلال دال ذكر المتعال، لانه راء الرحمة الكبرى زاي زين الوجود سين السعود شين الشهود، صاد الصفاء ضاد الضياء طاء الطلال ضاء الظلال، لانه عين العناية غين الغاية، وهو فاء الفتوة قاف القوة كاف الكمال لام اللطف من المتعال، يا ميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهناء، لا مؤلف توحيد لا اله الا الله، ياء الياقوت ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد
الشرك تبددا. صلى عليك الاله يا علم الهدى، ما طار طائرا في السماء وغردا، لان الكون من نور الحبيب تنورا، اغلى بمقدم احمد روح الورى، بحر بساحل النبيون الاولى وقفوا حيارى باهتين بلا مرى. تالله ما في الكائنات كاحمد بشرا ولا خلقا يرى، ثبتت له في الخارقات عجائب، وبكفه الماء الزلال تفجرا، جد الحسنين ابو البتول المصطفى، من كمثله يعطى اللواء والشفاعة والكوثرا، حرم الامان لكل عبد خائف، لذ بحماه تجد خيرا اوفرا، نرجوك يا جد الحسنين تكرما، ضاق الخناق وقفنا ببابك ومثل بابك لا نرى، يا مصر قومي واسمع القرآن، يا ميت ابو خالد قومي واسمع القرآن، ليلة التكريم للحج فريز الحداد الان تزلزل الوجدان، يا مصر قومي واسمع القرآن، العالمي والحكمدار الان يزلزلون الوجدان، في ضيافة حكمدار قراء مصر، وايضا حكمدار قراء مصر في ضيافة العالمي، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور الملقب عالميا بقارئ العالم الاول، ادعوه الان الى منصة التلاوة كي يبدعنا بدقة ادائه وبجمال صوته، واشكر للحكمدار العلم الذي اثر نفسه لابن العلم والجامعة، فليتفضل قارئنا مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات بسم الله سلام على
كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل
كلا قل إني على بينة
يا ابو عمر ان الحكم الا يقص الحق إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الله لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم Yeah.
نعم مولانا. الله أكبر. ثم
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
ربنا اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله الوارث منا، واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، بلسان عربي ذاكر، وقلبا لله خاشعا وشاكر. أمتعنا ذلكم العلم القرآني الماهر في ليلة التكريم للرجل الكريم الطاهر. سعدنا وإياكم برائعة الأنعام للكريم ابن الكرام فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود الشحات محمد أنور، الملقب عالميا بقارئ العالم الأول، في ليلة التكريم للرجل الكريم الفاضل المفضل الحج فريز الحداد. نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. شاكرا باسم أبنائه الكرام الأستاذ أحمد والأستاذ أمجد وأبناء الغائب الحاضر الحج سعد الحداد، كذلك باسم آل التهامي وآل الشرقاوي وباسم آل البلد الطيب أهله جميعا. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لكل من وفد لهذا المقام عملا بقول سيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن داخل لؤلؤة السرادقات للحج سيد عبد الغني وأبنائه، ومحطة الديزلات والإنارة للحج صلاح والحج جمال الجنيني، وابتكر له الإذاعات العالمية مهندس حمادة سلام، أعمال ضيافية متميزة للمتر ياسر الفواخري، كذلك متر رضا الفواخري. اشكر اليه والى رجاله. شاكرا قناة مهندس احمد الجعبري العالمي وقناة العالمي ياسر حسيب.